بحجم تظاهرة الألعاب المتوسطية والوفود المشاركة فيها، كانت المرافقة الإعلامية من كل حدب وصوب لرصد النتائج والمنافسات. المركز الدولي للصحافة بقصر المؤتمرات بوهران نقطة تجمع الإعلاميين لما يوفره من تسهيلات. ظروف العمل كما راكم تشاهدوا كاين كل الامكانيات وكل ظروف مهيئه ان نخدموا ونعملوا تغطيه كما يجب. في هذا المركز هذايا عندنا دي زيكرون اللي وين ما نقدروش كيما نقدروش نتنقلوا باغ اكزومبل القاعات الكثيره، خاصه انه كاين منافسات كثيره في نهار واحد. دونك هنايا راح نقدروا نشوفوا في هذا ليكرون لي ديفيرونت كومبيتيسيون. الصحافة الأجنبية الحاضرة لتتبع خطوات وفودها المشاركة أشادت بظروف العمل وبحفل الافتتاح. أعجبتني الجزائر كثيرا، كانت هناك بعض الصعوبات في البداية لكن أعجبنا بظروف العمل المريحة. انبهرنا بحفل الافتتاح والجو العائلي، حقا كان حفلا لتظاهرة عالمية وليس فقط للألعاب المتوسطية. نظمنا التظاهرة من قبل في تركيا وكانت رائعة، وأتوقع أنها ستكون أيضا ألعابا مميزة في الجزائر. الشعب الجزائري رائع جدا والزيارة إلى الجزائر رائعة، تلقيت المساعدة من الجميع. حفل الافتتاح كان رائعا وأعجب الجميع حتى اللجنة المتوسطية. توفير الإمكانيات الملائمة لوسائل الإعلام سيسمح للصحفيين بتقديم أدق التفاصيل وكل الأرقام والإحصائيات والترويج للألعاب ولعروس المتوسط.